الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا بإذن الله عز وجل. هذا اللقاء عن تفسير حلم الميت مريض في المنام للإمام ابن سيرين، فتابعونا وما تنسوناش باللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس تشجيعا لنا، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. يقول الإمام ابن سيرين: إن الميت الذي يبدو مريضا في الحلم، فقد يكون هذا الميت لم يقم بالأعمال الصالحة بما يكفي والتي تخفف عنه عذاب القبر، لهذا يجب كثرة الدعاء له والصدقة الجارية عليه. قد يكون ظهور ميت مريض في الحلم من علامات الشقاء والتعاسة التي يعيش فيها صاحب الحلم في تلك الفترة من حياته. مرض الميت القريب من صاحب الحلم قد يكون من علامات اقتراب تعرض صاحب الرؤية للإصابة بالمرض بالفعل في الفترة القليلة القادمة. قد يكون مرض الميت في الحلم من دلالات أن صاحب الرؤيا قاطع للرحم في حياته الحالية، وعلى صاحب الحلم الاهتمام بصلة الرحم. يرى مفسرون الأحلام أن مرض الميت في الحلم من علامات إصابة صاحب الرؤيا بالهموم والأحزان التي تسيطر عليه في حياته في الفترة الحالية. قد يكون مرض الميت في المنام من علامات إصابة صاحب الحلم بالفقر أو الوقوع في بعض المشاكل المادية في الأيام القادمة. لو كان صاحب الحلم يعمل في التجارة، فإن رؤية ميت قريب منه مريض في الحلم قد يشير إلى تعرض هذا الشخص للوقوع في الخسائر المادية الكبيرة في الأيام القادمة. صاحب الحلم البنت العزباء التي ترى مرض الميت في المنام، فقد تتأخر هذه البنت في سن الزواج. يعني يا إخوانا، مرض الميت مش حلو على الإطلاق، يعني ربنا يحفظنا يا رب. يرى الإمام ابن سيرين أن الميت الذي يظهر تعبان في منام المتزوجة يشير إلى تعدد المشاكل التي تعيش فيها هذه السيدة مع زوجها الحالي. قد يكون مرض الميت في منام الحامل من العلامات التي تشير إلى تعرض هذه السيدة لبعض المشاكل والأزمات الصحية في الولادة. يشير مرض الميت في منام البنت العزباء المخطوبة إلى تعدد المشاكل الموجودة بينها وبين خطيبها في تلك الفترة من حياتها. الشاب الذي يرى الميت تعبان، فإنه قد يتأخر في الوصول إلى الأهداف والغايات التي يسعى إليها. لو رأت البنت العزباء ميت تعرفه مريض بالسرطان، فقد يكون ذلك مؤشر على أنها ترتبط في الوقت الحالي بشخص سيء السلوك والسمعة، وعليها الحذر من التعامل معه. قد يكون الميت المريض بالسرطان في منام المتزوجة إشارة إلى عدم الشعور بالرضا والسعادة لدى هذه السيدة في الوقت الحالي. قد تكون رؤية الميت مريض بالسرطان إشارة إلى أن صاحب الرؤية لديه بعض العيوب والسلبيات في شخصيته والتي يجب عليه أن يتخلص منها. قد يكون مرض الميت بالسرطان من علامات يجب أن يتخلص منها. قد يكون مرض الميت بالسرطان من علامات إصابة صاحب الحلم بمصيبة كبيرة أو مشكلة صعبة قد يصعب الخروج منها. قد يكون مرض الميت في المنام بالسرطان من علامات نقص الدين لدى صاحب الحلم وعدم الالتزام بأداء الفرائض والطاعات التي يجب عليه الالتزام بها. قد يكون الميت المريض في المستشفى من العلامات التي تشير إلى ارتكاب صاحب الحلم في الوقت الحالي الكثير من التصرفات والأفعال الخاطئة التي تعود عليه بالنتائج السلبية.
قد يكون وجود الميت مريض في المستشفى من علامات تعرض صاحب الحلم للإصابة بالفقر أو اللجوء إلى الديون في الفترة القادمة المقبلة. الحامل التي ترى أن الميت في المستشفى فقد يكون ابن هذه السيدة يعاني من المشاكل والأزمات الصحية في الفترة الحالية. وجود الميت مريض في مستشفى يشير في الفترة الحالية إلى وجود الميت مريض في المستشفى يشير إلى تعدد المشاكل والصعوبات التي قد تواجه صاحب الحلم في الفترة القريبة القادمة. قد يكون مرض الميت في المستشفى إشارة إلى وجود بعض الديون، وعلى هذا الميت على صاحب الحلم تسديد هذه الديون لو كان يستطيع ذلك. الميت الذي يظهر عليه التعب في الحلم فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود بعض الأفكار السلبية والأفكار السيئة التي تسيطر على صاحب الحلم في حياته. مرض الميت في المنام للعزباء قد يشير إلى أنها سوف تتزوج من رجل غير ميسور، وقد تجد عناء ومشقة في الحياة الزوجية معه بسبب ذلك. بعد الزواج، المتزوجة التي ترى الميت تعبان فقد تتعرض لبعض الأزمات الاقتصادية والمادية في منزلها. لو كان الميت الذي يظهر تعبان في منام المتزوجة هو زوجها فقد يشير ذلك إلى وقوع هذا الزوج في بعض الأزمات المادية، وعلى الزوجة الوقوف بجور زوجها. قد يكون رؤية الميت تعبان في الحلم من العلامات التي تشير إلى تقصير صاحب الحلم في المسؤولية التي يقوم بها. الميت الذي يظهر متعبا في المنام الطالب في الدراسة فقد يكون من علامات رسوب هذا الطالب في دراسته أو تحصيله درجات سيئة في الاختبارات النهائية. لو كان الميت يعاني من تعب في الرأس فقد يكون ذلك إشارة إلى وجود بعض القرارات في حياة صاحب الحلم والتي تحتاج إلى أخذ قرار فيها بشكل صائب. رؤية الميت تعبان من علامات مرور صاحب الحلم بالعدد من التغيرات السلبية في حياته. رؤية الميت تعبان من علامات مرور صاحب الحلم بالتعدد من التغيرات السلبية في حياته في الأيام القادمة. لو كان صاحب الحلم يعمل في الوقت الحالي فإن رؤيته تعبان في المنام قد تكون من علامات ترك هذا العمل بسبب كثرة المشاكل والخلافات الموجودة في هذا العمل. رؤية الميت تعبان في منام البنت العزباء المخطوبة من علامات عدم اكتمال هذه الخطوبة وفسخ الخطوبة مع زوجها. قد تشير رؤية تألم الميت من رجله بشكل خاص على أن هذا الميت كان مقصرا في العبادات والطاعات، وعلى صاحب الرؤية إخراج الصدقة الجارية على هذا الميت. لو كان الميت موجود في الحلم وهو ولد صاحب الحلم وكان يعاني من آلام في الرجلين دل ذلك على وجود صعوبة ومشقة لدى صاحب الرؤية في تحقيق الأحلام والأماني التي يسعى إليها. وجود آلام في رجل الميت الذي يظهر في منام المطلقة قد يشير إلى وجود بعض المعوقات التي تواجه هذه السيدة في حياتها الحالية. وبعد مرور بتجربة الطلاق، رؤية الميت الذي يعاني من آلام القدمين في منام الشاب تشير إلى عدم استطاعته. رؤية الميت الذي يعاني من آلام في القدمين في منام الشاب تشير إلى عدم استطاعة هذا الشاب على العمل في عمل مناسب له. الميت الذي يشتكي من قلبه في منام البنت العزباء قد يشير إلى تعرض هذه البنت إلى جرح في مشاعرها من الحبيب. قد يكون التعب في القلب الذي يعاني منه الميت في منام المتزوجة هو نتيجة شعور هذه السيدة بالفتور وعلاقتها الزوجية مع الزوج. الميت الذي يشتكي من قلبه في منام العزباء قد يشير إلى تعرض هذه البنت إلى جرح مع الحبيب. رؤية الميت يعاني من وجع القلب يدل على وجود الأخبار السيئة التي سوف تتسبب آلام نفسية إلى صاحب الحلم في الفترة القادمة. تعب القلب للميت يشير إلى وجود مشاكل عاطفية في حياة صاحب الحلم في تلك الفترة.
حلم الأب المتوفى في المنام هو مبتسم، دل على مكانته عند الله، أن الله راض عنه وأنه من أهل الجنة إن شاء الله. وهذه الرؤيا مبشرة للأحياء على السعادة والسرور، والأبناء الصرة فإن كانت عزباء وشاب تدل هذه الرؤيا على الزواج والخطبة، وللمتزوجة على السعادة وسعة الرزق وعلى النجاح للطالب وتحقيق ما يتمنى. متنسوناش بقى يا اخواننا بلايك وشير والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، وجزاكم الله عز وجل عنا كل خير. ولا تنسوا ذكر الله عز وجل، والصلاة والسلام على حبيب القلوب ونور العيون سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وما تنسوش قراءة القرآن الكريم يوميا ولو شيئا يسيرا، فإن ختمة القرآن الواحدة تعدل أو تساوي 3 ملايين حسنة إذا تقبل الله عز وجل. والجزء الواحد بيعادل 100 ألف حسنة، والصفحتين الوجهتين كده يا إخوانا قدام بعض بيساووا 5 آلاف حسنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.